مشاهدينا، شفنا دلوقتي مع بعض في التقرير بنت جاية من أمريكا علشان تعمل هنا العملية مع دكتور كريم. طبعا دي لوحدها كفاية ان احنا نعرف قد ايه مهارة الدكاترة المصريين بتوعنا دلوقتي، ان الناس من بره هي اللي بتجيلنا مش احنا دلوقتي اللي بنروح نتعالج بره. طبعا شرف لينا يا دكتور، اكيد ان حضرتك بتشرفنا بقى مع ان حضرتك دكتور عالمي دلوقتي، يعني الناس من بره هي اللي بتيجي هنا مش احنا اللي بنسافر بره. دكتور احكي لنا بالتفصيل كده او سريعا قصة الفتاة الأمريكية دي. الحقيقه طبعا احنا انا عايز اوسع الدايره شويه، اقول للناس كلها ان احنا عندنا في مصر الامكانيات الكافيه ان هي تعالج جراحات السمنه حتى في الحالات الصعبه جدا من اي مكان في العالم. احنا نص الناس بتوعنا اصلا جايين من بره، مش مصريين. عايز اقول كمان احنا عايزين ننمي فكره الثقافه ان هي السياحه العلاجيه، وبقول بس مش مراكز كريم صبري، لا مراكز كل الناس في مصر. عندنا جامعات عريقه بتطلع اساتذه كويسين جدا وعندهم امكانيات كافيه ان يستقبل الناس من بره، ده خير لكل الناس طبعًا. خير لكل البلد. الحقيقه طبعا عندنا في مصر حاجه مختلفه عن كل الناس، عندنا المهاره الكافيه جدا للجراحين بصفه عامه، عندنا اسعار العمليات فعلا اذا قارنتيها باسعار العمليات بره او اي مكان بره خارجي، العمليات دي غاليه جدا جدا طبعًا. بره احنا عندنا في مصر تقريبا اقل من 10 اضعاف اللي بيدفعوه بره بيدفعوه في مصر، وكمان ممكن ياخد فرصه سياحيه باسعار قليله جدا طبعًا. فالمريض على فكره اللي بيجي من بره بيتخدم، يعني بيتخدم بسبب ان هو بياخد عمليه بسعر قليل جدا. النمره الثانيه عنده اماكن سياحيه في مصر مش موجوده في العالم كله. احنا عايزين ننمي فكره ثقافه السياحه العلاجيه، لان العيان فعلا بياخد خدمه يعني باحدث التقنيات تمام ومش بيدفع كتير، ودي حقيقه. واحنا دي موجوده في مراكز برضو كتير عندنا. هيبه الحقيقه طبعا احنا عملنا لها تكميم معده من فتحه واحده، لان طبعا في السن الصغير السنجل بورد نفسه في حد ذاته من ضمن منظومه الفاست تراك بيقلل كتير جدا الوجع ما بعد العمليه او الالم ما بعد العمليه، وبالتالي احنا بنبقى في السن الصغير محتاجين ما نعملش سكارز كتيره، بنبقى محتاجين نعمل فتحات صغيره جدا، قد تكون فتحه واحده زي اللي احنا عملناها.